نقول مقادير الوصفه الثانيه، يلا بينا. هنعمل ايه بقى؟ بصوا الجلاش ده يعني يا سلام، نقلعه عشان ريحته كفته. الجلاش يعني عامل زي البطاطس بالنسبه لي، بيتحط على اي حاجه بيتغير، يعني قطعوه عملوه ام علي، حطوا جواه مكسرات، حطوا جواه كاسترد. النهارده هنحط طبعا شوكولاته هيلث سبريد، طريقه لذيذه جدا. فهقول لكم مقاديره ايه وبعد كده نرجع تاني لوصفه الطحين. مقادير الجلاشه بشوكولاته هيلث سبريد، معانا لفه جلاش. انا طبعا اوريدي حضرت لكم كده نسخه يعني، بس هقول لكم مقاديرها برضو. معانا برطمان شوكولاته هيلث سبريد اي نوع، وفي كوبايه سمنه او زبده، كوبايه شربات خفيف. الشربات الخفيف هنا بصراحه يعني انا قصدي ان هو يبقى خفيف، اولا عشان احتفظ بقرمشه الجلاش، ثانيا عشان السكر مش عايزاه كتير قوي، يعني احنا اوريدي عاملين حاجه هيلثي صح؟ تمام. وطبعا طبعا يا حبايبي انا هبقى مبسوطه قوي لو بعتوا لنا على صفحه البرنامج اكله العيله مكتوبه عندكم اهي على الشاشه بالعربي، تقدروا بقى تبعتوا لنا رسائل، تكتبوا لي كومنتات، اي وصفات معينه انتوا عايزينها، يعني استفسارات، يعني انا هكون مبسوطه قوي لو بعتوا لنا. ماشي، نرجع تاني لوصفه الطحينه. المية يا حبايبي وصلت بالسلامة، يا سلام الحمد لله على نعمة المية، محدش يقدر يعيش من غير مية. نحط شوية مية، شكرا لجيراننا الطيبين جابوا لنا شوية مية. المية كانت عندنا مقطوعة. هنبتدي نفكك الطحينة بشوية مية وخل، وأنا عايزة المية تزيد شوية على فكرة، يعني صلصة الطحينة مش تقيلة، صلصة الطحينة خفيفة عشان تبقى الكفتة بالصوص. أنا فاكرة كان في شيف زمان بيدرس لي في بداية حياتي، فكان معلمنا طريقة الوايت صوص، ويوميها قصد إن هو يعمل لنا شوربة، شوربة كريمة. قعد يقول لنا شايفين؟ شايفين الفرق؟ عشان انتوا بتخلوا الشوربة زي الوايت صوص، زي يعني هو شايف قوام الشوربة شوربة، قوام الصوص صوص، ففي كل حاجة المفروض ليها قوام. الصوص على فكرة المفروض يبقى برضو ماسك نفسه، بس يعني ليه تريك كده، اللي هي مثلا لما تشوفوا حاجة في المشروم صوص أو حاجة بالوايت صوص. المهم يعني نحط شوية صغننين كمان. تمام. مقادير سلطة الطحينة العادية، ان احنا بنفكك الطحينة بالمية، وبعد كده بنبتدي نحط خل، ليمون، كمون، ملح وفلفل. زي ما قلت لكم الزبادي اختياري، شوية خل اهو، شوية عصير ليمون، شوية كمون، والزبادي كمان هحطه هتبقى تحفة، شوية ملح وفلفل. طبعا المفروض ندوق. يلا تك 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 تك، وهسيبها على جنب لحد ما، هسيبها دلوقتي على جنب لحد ما ايه، بصوا قوامها خفيف هتنزل على الكفته. ممكن اقوم حاطه الصوص ده على صينيه الكفته اما تطلع، واسيبهم يتكتكوا كده والطحينه تدفى معاها ويشربوا من بعض. هوريكم هتبقى ازاي. خلي دي كده على جنب، نعرف بقى ايه نشتغل فيه. هشيل الحاجات دي، تعالوا بقى نشتغل في مقادير الجلاش. وعلى فكره هي فكره اكتر ما هي وصفه، بس عايز اجيب لكم طبق. معلش الدوشه، معلش. طبعا الجلاش من الحاجات اللي لازم تتغطى عشان ما تنشفش. احنا هنعمل وصفات جلاش كتيره قوي على فكره، انا من الناس اللي بتحب الجلاش. ممكن هنعمل في يوم بقى جلاش حادق وجلاش حلو، وكمان نعمله مره صينيه مره كده. ده اصابع شبه لو انتوا جبتوه في الشاشه، شبه اللي ايه اللي احنا اوريدي عملناه. الطريقه ازاي بقى؟ هنضف الرخام عشان انا ممكن اشتغل على الرخام، وعايزه حاجة كده أمسح بيها ال أهي أهي أهي.
طيب دايما اقول لكم لما بنشتغل على كاونتر او رخامه في البيت طبعا لازم نكون معقمينها قبل ما نشتغل. ازاي لحد دلوقتي ما قلتلكوش المحلول المعقم المنزلي ده؟ انا مشهوره بيه جدا. بفكروني احسن بعمل حاجات بتتباع في السوق بقى ويقتل قاتل على قادر على قتل 99% من البكتيريا والكلام ده. لا لا انا هقول لكم على حته محلول رهيب احب ارش بيه كل حته في المطبخ. طيب هنعمل ايه؟ احنا رخامه خلاص نظيفه، لو عايز تشتغلي على طبقه صينيه مفيش مشكله. هنجيب السمنة أو زبدة. طبعا اللفة دي تقدري تعمليها اللفائف أو الأصابع دي بأي حشوة في الدنيا، عايز تعمليها كاستر، شوية مكسرات، شوية سوداني، بس يعني من التكات بتاعتها المهمة إن الزبدة أو السمنة السايحة نحاول نوزعها على أنحاء ورقة الجلاش. تمام، ونحط ورقة كمان. عايز تحطي ورقتين، عايز تحطي ثلاثة، انت طبعا زي ما تحبي، بس هي دي بتكون احلى ما بتكون رفنعة كده وجميلة، وكمان هتبقى مورقة ما تبقى ورقتين. خلاص هنا بقى هنجيب برطمان من شوكولاتة هيلثي سبريد، ونجيب معلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو يا سلام على الجمال، جلاش بالشوكولاتة تحفة. زي ما قلت لكم الشوكولاته دي قابله للدهن، صحيه جدا، فانا مش عايزه اهدر الصحه بتاعتها بان انا احط شربات تقيل، فانا ممكن ادوب معلقه عسل بشويه ميه. خلاص هنا ممكن نحط، عارفين التشوكليت شيبس، رقائق الشوكولاته، ممكن نحط رقائق شوكولاته، ممكن تحطوا شويه بندق اللي انتوا عايزينه. هنبتدي نعمل ايه يا حبايبي؟ الموضوع بسيط جدا، بصوا هنبتدي بقى نلفها كده كده اهو. الوصفة دي ممكن تتعمل بقى حادق بالجبن أو زي ما قلت لكم المكسرات. تمام، أنا هكمل الكمية هقول لكم بس الفكرة. بعدين بنعمل إيه؟ بنجيب صينية خبز، أي صينية عندنا، وبنبتدي نقطعها كده، نقطعها من واحدة اتنين تلاتة حسب الأحجام اللي أنت عايزاه، وبندهنها برضو إيه؟ بندهنها بالزبدة أو السمنة وندخلها الفرن على حرارة 180 أو 200، ما بتاخدش وقت خالص. بصوا حبايبي بقى لما بتخرج، استنى أوريكوا وهي كده سخنة، بنسقيها بالشربات البارد، وزي ما قلت لكم أسهل وأسرع شربات ممكن يتعمل اللي هو معلقة عسل متدوبة بشوية مية، وممكن كمان باكو فانيليا. شايفين كده بقى ما طلعت بقت جميلة جدا وصغننة وفظيعة. نرش عليها بقى شوية من الشوكولاتة. أنا تمام، ممكن أرش عليها شوية من، طيب حاضر، عايزين نبص على الصينية.